والله بصراحة يعني تعرف بعد جهد كلش كبير يعني وصلنا للختام. بدي أشوف الشباب مرتاحين إن شاء الله يخدمون شيء حلو لأن هم اللي اختاروا السيت من يوم مالتهم، فأكيد راح يبدعون به وراح يكون عندهم اختبار أيضا ثاني اللي هم ما يدرون به، حتى يعني شلون نوصل للمشروع شيف الحقيقي، يعني للشخص اللي راح يكون مشروع شيف حقيقي. إن شاء الله كل الموفقية للجميع يا رب. حلقة بها حماسية كثير، حلقة بها منافسة كثيرة، حلقة شيقة راح تكون، حلقة راح تبين من هو مشروع شيف لهذا الموسم. راح نحاسب على كل خطأ يصير، ممكن على مسحة ميز راح تحدد الفائز. شلون بالطوب عندنا لما فريقين يصعدون النهاية ويتعادلون مثلا بالنقاط ويتعادلون بشي يروحون على اللعب النظيف انه ماخذ كارثات اكثر هو يكون الخسران. هذا كله راح نشتغل عليه بشي كلش مهم، كل التفاصيل مهمة، كل التفاصيل. اليوم كان الطبق سيت منيو اختياري، رحنا للسوبر ماركت وشرينا كل المكونات اللي نحتاجها، كان الكلفة مفتوحة. يعطيك طبق وانت تشتغله كان بها، بس من انت تي تختار طبق راح تصير الصعوبة في اثنين. ليش؟ لأن راح تفكر هل أنا قدمته جيد، هل قدمته بالمستوى، هل قدمته راح يظل تفكر هواي. أتمنى اليوم يعني الأطباق اللي اختاريتها أنا راح أتوفق بيها. أنت اللي راح تحدد فوزك، أنت راح تحدد وصولك، يعني 50% أنت راح هنا اختيارك للتجانس الأطباق وياهن سوا، يعني 50% علينا، والتيست يبقى أكيد الأول والأخير هو التيست. توقعاتي ثلاثتهم أقوياء، ما مبين عليهم ما دام واصلين ثلاثتهم للنهائي، فأعتقد الاختيار راح يكون صعب. أتمنى لهم الموفقية وراح يبين خلال الحلقة إن شاء الله. متحمس صار؟ أنا طبعاً الموسم الثالث والحلقة الأخيرة الموسم الثالث، فأكيد الحماس يزداد. طبعاً أنا اليوم جداً جداً متحمسة، يعني متحمسة أكثر يمكن من المتنافسين الثلاثة اللي باقين بمشروع شيف. أتمنى لهم التوفيق بطبق السيت منيو اللي راح يطبخوه اليوم، لأن اليوم هو القرار الحاسم، راح يكون شخص واحد فقط راح ينال لقب مشروع شيف موسم الثالث. فأتمنى الكل يكون فائز، بس بالنهاية شخص واحد هو اللي راح يحصل على اللقب. كلش متحمسين و stay tuned. Thank you.